نتحول الآن إلى أحوال الطقس مع رفيف شبلي. هذه ليلى. رفيف، مساء الخير. مساء الخير فهد، شكرا. أهلا بكم مشاهدينا في مشهد تكرر هذا العام ويعد نادرا في السعودية. غطت الثلوج بعض المناطق الشمالية من المملكة. الزائر الأبيض دفع بسكان تبوك والتي غطت الثلوج قمم جبالها للاستمتاع بتلك الأجواء. والمزيد مشاهدينا والتفاصيل في هذا التقرير. قد لا توصف فرحة هاتين البنتين وهما تلعبان بكرة الثلج هذه. فرحة تقاسمها سعوديون ومقيمون من سكان تابوك وزوارها في مشهد يبدو فريدا لسكان هذه المنطقة. وشهدت تابوك القريبة من الحدود الأردنية تساقطا كثيفا للثلوج غطت سفوح الجبال شمال غربي المنطقة. أما بالنسبة للشباب فمشهد الثلوج هذه فتح شهيتهم للمغامرة بسياراتهم لتسلق المناطق المرتفعة لا سيما المؤدية إلى جبل اللوز. بداية طلوع الجبل بداية كثافة الثلوج، وكل ما طلعنا فوق يكون الطريق صعب بالنسبة للسيارات السريعة، والسيارات الدفع الرباعي هي اللي لها أولوية ولها تقول حرية تطلع فوق. ورغم خطورة المسالك تمكن هؤلاء من الوصول والاستمتاع بمناظر الثلوج في مشهد رائع. وجينا نتفرج، بس أول مرة أشوف يعني الضباب، يعني لي 24 سنة في تبوك أول مرة أشوف الضباب، يعني لو تشوف ما تقدر تشوف على بعد يعني. كثافة الثلوج التي تساقطت على تابوك أحدثت سيولا من المياه زادت المنظر جمالا، لكن الشرطة حذرت من خطورة المغامرة في المناطق المرتفعة بسبب كثافة الضباب، كما وضعت خدمات الأمن والسير والصحة في حالة تأهب لتنظيم حركة السير في الطرق التي تغطيها الثلوج. هنا محمد بخشم، العربية. مشاهدينا كنا مع هذه الأجواء الخلابة للطبيعة في تبوك في شمال السعودية، والآن أطمئن كل القلقين من الصخرة العملاقة والتي اقتربت من الأرض، حيث يفيد علماء الفلك بأن هذه الصخرة ستغادر موقعها الأقرب في الفضاء من الأرض بعد ساعات قليلة، أي بدءا من 7 صباح يوم غد بتوقيت السعودية، وابتعادها سيكون بالسرعة نفسها التي اقتربت فيها، أي أكثر من 1,000,000 كيلومترا في اليوم. ونواصل معكم مشاهدينا أحوال المناخ. الحديث كان خلال اليومين الماضيين عن أمطار غزيرة على تبوك ومناطق شمال ومناطق شمالية متفرقة من السعودية. أما الآن فالحديث هو عن أجواء غائمة وزخات من المطر متوقعة خلال الساعات المقبلة على المناطق الجنوبية الغربية والغربية من السعودية وعلى غرب اليمن. أيضا مشاهدينا من المتوقع أن تستمر الأمطار خصوصا على عسير جازان والباحة. هذا كل ما لدينا، نعود من جديد إلى طاهر.